مساء الخير، معكم عليا المؤيد ومعاي اليوم وئام زبر مدربة اليوغا. أنا وئام قبل فترة سوينا حلقة عن اليوغا للكرش، يعني اليوغا اللي تساعد منطقة البطن، فحركات يوغا عشان تساعد منطقة البطن. لكن الحلقة كان فيها وايد كلام ومعلومات وعن العضلات، وكثير منكم كتب لي وقال لي إنه يبون يشوفون الحركات متسلسلة. فاليوم قررنا نسوي لكم حلقة فيها حركات يوغا للبطن متسلسلة مع وئام، عشان إن شاء الله مع الفترة مع التدريب مع المثابرة عليه شوي شوي يبدأ البطن أو عضلات البطن تتقوى وشكل الجسم يصير أحلى. فتابعوا وئام معنا الحين وبتشوفون فرق على أجسامكم. كيف بنشتغل اليوم على عضلات البطن؟ بنبتدي على الظهر، بس أول شيء بنتأكد أن القدمين والركبتين بعرض الحوض وان القدمين متوازيين. ننزل على الظهر ونخلي اليدين جنب الحوض، الكفين الى الاسفل مع الشهيق، بنرفع الحوض الى الاعلى مع الزفير، بننزل الحوض الى الاسفل مع الشهيق، بنرفع الحوض زفير، ننزل الحوض الى الارض شهيق زفير شهيق، استعمل القدمين زفير شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير، آخر مرة شهيق زفير شهيق. بنرفع الحوض المرة، بنجيب الكفين مع بعض ونخلي ذراع مستقيمة، بنضغط الأرض بالرجلين شهيق زفير شهيق زفير، آخر مرة شهيق زفير، هو ننزل الحوض إلى الأرض. نحضن الركبتين مع الشهيق، بنقعد نبتدي في بوت بوز. فبنخلي أطراف أصابع القدمين على الأرض وبنحاول نقرب الفخذ إلى البطن كثر ما نقدر، ويكون الصدر مفتوح. اللي حاس إن هاي كفاية علي يتم هني. اللي يسوي أكثر يقدر يرفع رجله اليمين، ينزلها مع الزفير مع الشهيق، يرفع رجله اليسار ينزلها مع الزفير، شهيق الرجل اليمين تنزل مع الزفير، شهيق من الرجل اليسار وتنزل مع الزفير، واللي يقدر أكثر من كذي شهيق رجلين مع بعض وزفير تنزل، شهيق رجلين مع بعض نرفع الصدر مع الزفير تنزل، شهيق زفير شهيق، واللي يقدر يظل هني يرفع الصدر، نقرب الفخذين الى البطن شهيق زفير شهيق زفير، واللي يقدر يترك الرجلين شهيق زفير شهيق زفير، وآخر مرة شهيق وزفير. نقعد وبني على الركبتين والكفين، فيكونون الكفين تحت الكتفين، وبناخذ الرجلين إلى الوراء إلى وضعية بلانك.
في بلانك نحاول إن يكون الظهر مدور، فبنضغط باليدين على الأرض وبنخلي الظهر مستقيم، فما ينزل الظهر وايد ولا يرتفع وايد، يكون مستقيم تماما. تعرفون انكم قاعدين تسوونها صح لين تحسون بالعضلات البطن قاعده تشتغل في هالوضعيه. شهيه زفير شهيه. دائما اقول اذا تبتسمون في هاي الوضعيه يكون وايد اسهل. وزفير آخر مرة شهير وزفير. يعني بننزل الركبتين، بنقعد على القدمين، بناخذ الجبهة إلى الأرض، بناخذ شهير وزفير، شهير عميق وزفير كامل. آخر نفس عميق هني، زفير، وبنعيد نفس الوضعية. بنرجع ناخذ القدمين إلى الوراء. وايد يساعد لو تحسبون كم نفس تقدرون تتنفسون في هالوضعية. فمثلا إذا اليوم قدرنا نسوي 5 أنفاس عقب أسبوعين نقدر نسوي 7 أو 8. فكل ما تعدون النفس بتقدرون تركزون أكثر على الوضعية وتريحون العقل، وفي نفس الوقت بتعرفون اوكي عقب اسبوعين اقدر اكثر عدد الانفاس اللي اعودها في هاي الوضعيه. ناخذ شهيق وزفير مرتين، نتنفس بعد وزفير اخر نفس وزفير. نخلي ركبتين على الارض، نقعد على القدمين، جبهه الى الارض، شهيق عميق وزفير، شهيق عميق وزفير، آخر نفس. بنعيد نفس الوضعية آخر مرة. ناخذ القدمين، ذكروا لازم الحوض ما يكون وايد مرتفع ولا وايد نازل. اللي فيكم تعب الحين يقدر يخلي ركبتين على الأرض، بس تكون الوضعية ان الركبة للرقبة خط مستقيم، فما نرجع إلى الوراء، فنظل في خط مستقيم من الركبة إلى الرقبة. اللي لحين قادر يتابع يخلي الركبة مرتفعة. ناخذ شهيق وزفير مرتين بعد، نتنفس شهيق عميق وزفير، وآخر مرة زفير، ركبتين على الأرض وجبهة إلى الأرض، شهيق زفير، شهيق زفير، شهيق زفير. بنسوي البلانك نفسه بس على جهة، فبيكون السايد بلانك. بخلي اليد اليسار تحت الوجه وبرفع ركبتين، بجيب اليد القدم اليمنى للأمام، القدم الرجل اليسرى بتكون مستقيمة، وبرفع اليد اليمين. اللي في هاي الوضعية يقدر يستعمل القدم اليمنى على أساس يرفع الحوض أكثر. اللي حاب يسوي أكثر من كذي يجيب القدم اليمنى فوق القدم اليسرى، وبنتنفس. وين مفيد حق عضلات الخصر؟ شهيق زفير مرتين بعد، نتنفس وزفير، وآخر مرة شهيق وزفير. عم بنزل اليد اليمنى وبنزل الركب. اللي يحس ان هاي الوضعيه وايد قويه على الرسغ يقدر يروح على الكوع، فبراويكم على الصوب الثاني، الجهه الثانيه الكوع. فبنزل على الكوع، رجلي اليمنى مستقيمه، رجلي اليسرى للامام، وبضغط بالقدم اليسرى
الكف الأيسر بيرتفع إلى الأعلى، واللي حاب يتابع هني بيتابع هني، اللي حاب يبقى القدم اليسرى على اليمنى يقدر. شهيق وزفير، شهيق وزفير، آخر نفس شهيق وزفير. ولما نكون مستعدين بننصرف، بنروح إلى الكوبرا بوز، فبننزل على البطن، بنخلي الكفين تحت الكتفين، يكون الكوع مرتفع، الرجلين يكونون متلامسين، فالقدمين متلامسين، وايد مهم انه يظل الحوض على الارض. فمع الشريط برفع الصدر بس بخلي الحوض على الارض. اذا لاحظت ان الحوض ارتفع معناتها وايد رفعت روحكم، فنزلوا الحوض الى الارض، وبنحمي الذراعين، فالكوع ما بيكون مستقيم، الكتف النزلة كثر ما نقدر بعيد عن الاذنين، ومع الزفير بننزل مع الشريط نرتفع، ومع الزفير بننزل، نظل نيب الريلين مع بعض، مع الشهيق بنرتفع، زفير بننزل، شهيق بنرتفع، وزفير بننزل، آخر مرة شهيق بنرتفع، نخلي الكتف نازل، ومع الزفير بننزل. حب روح إلى وضعية بوز، فبنحني الركبتين، يكون الركبتين بعرض الحوض، وبنمسك الكحلين، بنرفس الرجل إلى الوراء فيرتفع الصدر، وبعدين نرفس الرجل إلى الأعلى. الرقبة تكون مرتاحة هني، ما لها داعي نطالع فوق. شهيق وزفير جدا مفيد للجهاز الهضمي، شهيق وزفير، آخر مرة شهيق وزفير، بننزل نرتاح شوي، ناخذ شهيق عميق وزفير، شهيق زفير، آخر مرة شهيق وزفير، بنسوي نفس الوضعية مرة ثانية، بنحني الركبتين وبنمسك الكاحلين، وبنرفس الرجلين إلى الوراء يرتفع الصدر، بعدين نرفع الرجلين إلى الأعلى، نتأكد أن الركبتين ما يروحون وايد وساع عن بعض، نخليهم بعرض الحوض، نتنفس مرتين بعد هني، وآخر مرة، ومع الزفير بننزل. بناخذ الركبتين أعرض من الحوض، فبعرض المات إذا نقدر، وبنحمي الركبتين، وبعدين بس بنجيب القدمين إلى اليمين واليسار على أساس نريح أسفل الظهر. والحين بنسوي الوضعيات اللي نسويها واحنا واقفين. نبتدي بوضعية المحارب، فاليدين على الحوض، مع الشهيق بنثني الركبتين، ومع الزفير بناخذ الرجل اليسرى الى الوراء. هني العرض الوقفة يكون تقريبا اكثر من طول الرجل، رجل ونص، فالقدم اليمنى تكون مشاهدة للامام، اليسرى بتكون 45 درجة تقريبا. مع الشهيق بنرفع اليدين إلى الأعلى، ومع الزفير بنثني ركبة اليمين. نتأكد أن ركبة اليمين قدام الحوض اليمين، الكف يكون مرتاح، ونحاول نجيب الفخذ اليمين موازي إلى الأرض، فننزل كثر ما نقدر.
نضغط على الأرض بالقدم، ناخذ نفس واحد بعيد مين، ومع الزفير بنجيب اليدين إلى الحوض وبنجيب القدم اليسار إلى الأمام. نسوي نفس الشيء الجهة الثانية مع الشهيق بنثني ركبتين، ومع الزفير القدم اليمين نرجع إلى الوراء. القدم اليسار تكون مشاهدة الأمام واليسار 45 درجة. مع الشهيق بنرفع اليدين إلى الأعلى، ومع الزفير بنحني الركبة اليسار. نحاول نخلي الفخذ اليسار موازي إلى الأرض، ونريح الكتفين إلى الأسفل. نضغط على الأرض بالقدم اليمين، وناخذ نفس عميق. وزفير الشهيد، وزفير، وآخر مرة شهيد، وزفير. نجيب اليدين إلى الحوض، ومع الزفير القدم اليمنى إلى الأمام. نجي بعد مرة مع شهيد بنثني ركبتين، مع الزفير الرجل اليسرى إلى الخلف، الحوض إلى الأمام، ومع الشهيق بنرفع اليدين، مع الزفير بنحني الركبة اليمين. نحاول نخلي الركبة اليمين أمام الحوض اليمين، الكتفين نازلين، القدم اليسرى تضغط على الأرض، وتنفس تنفس عميق. مع الوقت بنلاحظ إن نقدر نكون في هاي الوضعية مدة أطول بدون ما نتعب. البداية يكون شوي صعب، ناخذ نفس واحد، ومع الزفير بناخذ اليدين إلى الحوض والقدم اليسرى إلى الأمام. نفس الشيء الجهة الثانية مع الشهيق بنثني ركبتين، ومع الزفير القدم اليمنى إلى الوراء. مع الشهيق بنرفع اليدين، ومع الزفير بنحني الركبة اليسار. نخلي الركبة أمام الحوض، الكتفين مرتاحين، القدم اليمنى تضغط على الأرض، وتنفس تنفس عميق. شهيق وزفير، شهيق وزفير، شهيق. مع الزفير بناخذ اليدين إلى الحوض، وبنجيب القدم اليمنى إلى الأمام. نسوي وضعية الكرسي. في وضعية الكرسي تكون القدمين بعرض الحوض، مع الشهيق بنثني ركبتين، بنلمس الأرض، وبنرفع اليدين إلى الأعلى. إذا صعب علينا نرفع اليدين إلى الأعلى، ممكن تكون اليدين إلى الأمام. نحاول نخلي الوزن على الكعب أكثر من الأصابع. شهيق وزفير، شهيق وزفير، ناخذ شهيق، ومع الزفير بننحني إلى الأمام. يكون الرأس مرتاح. إذا حابين تخلون الركبتين منحنيتين بعد ما في مشكلة. شهيق وزفير، شهيق وزفير. بنعيد وضعية الكرسي بعد مرة. نتخيل إن إحنا قاعدين على كرسي، نلمس الأرض بأطراف الأصابع، ومع الشهيق اليدين أو إلى الأعلى أو إلى الأمام. نتنفس تنفس عميق، الجسد مرتاح، الوجه مرتاح، إن شاء الله العلو بعد مرتاح. شهيق، زفير، آخر نفس شهيق وزفير. ناخذ شهيق، مع الزفير بننحني إلى الأسفل. و
نقعد لما تكونون مستعدين. هاي كان صفنا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا فيه.